وكأن العالم اعتاد وألف مشهد القتل والمجازر الدموية في قطاع غزة. لا صوت ولا صورة الأشلاء عادت تحرك مشاعر العالم حتى. في محاولة لتذكير الدول بأن هناك طفولة تقتل وزوجات ترمل ورجالا تقهر، خرجت مسيرة في مدينة رام الله وعلت أصوات المشاركين المبحوحة من المطالبة بوقف الحرب على غزة، ولكن مجيبا لا يرد. غزة تذبح من الوريد إلى الوريد، أين أنتم يا علماء المسلمين؟ أين أنتم يا حكام العرب المتخاذلين؟ ألا تخافون من يوم ترجعون فيه إلى الله؟ أين أنتم؟ أين ضميركم الميت؟ وأقول للشعب الفلسطيني مزيداً مزيداً من الصمود والالتفاف حول المقاومة في الضفة. والله المسيرات عددها بقل، بس الفعل في جنين وفي طول كرم وفي نابلس وفي الأماكن هاي هو الفعل الحقيقي، يعني هذا إشي رمزي بعبر الناس في عن حلم، بس احنا بدنا هداك الفعل، وهداك الفعل اللي ازداد. هم لما بدخلوا على منطقة رام الله وبقابلوهم تبعان احنا الشجعان تبعون الليل، هم هدول المناضلين الحقيقيين مش احنا، احنا بنيجي هيك بنعبر عن رأينا، احنا مجرد صوت بيطلع. ذات الرسالة ان الشعب الفلسطيني شعب واحد تعرض لأوسع إبادة جماعية وتطهير عرقي، ولا سبيل امامه سوى استمرار التصدي لهذا العدوان والعمل من أجل إجهاضه وحماية حقوق شعبنا الفلسطيني. في الساعة التي يخرج فيها أطفال العالم نزهة في يوم العطلة السعيد، يخرج أطفال فلسطين ليعلوا صوتهم بوقف إبادة أقرانهم في غزة. كتير صامدين وعندهم عزيمة قوية، يعني ما شاء الله أهل غزة ما بعرف كيف صامدين لهلا، وإن شاء الله يصبرهم الله. وإحنا بنشد على أيديهم المقاومة، وأكيد تحياتنا لكل مقاوم فلسطيني وكل شعبنا في فلسطين وكل أخوتنا في فلسطين في قطاع غزة. مسيرات جمعة طوفان الأقصى تمتد في شوارع مدن الضفة الغربية غضباً على ارتقاء أكثر من 15 ألف شهيد وإصابة 41 ألف مواطن.